المحكمة التونسية تعيش يوم غضب كبير برشا. آلاف تقريبا من أعوان وإطارات العدلية اليوم قالوا لا للتسخير وقالوا لا كذلك للوزير. زيد فسرنا مفضل. اليوم احنا نحب نعبروا على استيائنا للخروقات الكبيرة في الدستور، واحنا اليوم ان شاء الله عندنا موعد مع السيد رئيس مجلس النواب باش نعبروا له على السيانة وعلى الخروقات اللي صايرة في الدستور. الخرق الاولاني هو لمبدأ التعددية النقابية، حيث انه الحكومة تتفاوض مع نقابة القضاة ومع جمعية القضاة، وبعد في علاقة ملف أعوان العدلية تتفاوض كان مع طرف وحيد. هذا الخرق الأول للدستور. بالنسبة للخرق الثاني للدستور، احنا استعمال آلية التسخير نعتبروها حرب، ضرب للعمل النقابي وضرب لمبدأ دستوري، وهذا ما نجموش نسكتوا عليه. وان شاء الله في اجتماعنا اليوم بالسيد رئيس مجلس النواب باش نعبروا على الاستياء هذا. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى احنا اليوم نداء كلمه نقولها لرئيس الحكومه، ابرموا الاتفاقات كما اردتم، ابرموا الاتفاقات مع جميع الاطراف، راهو القلب النابض للمحاكم والمحرك الاساسي للعداله هو كتبه المحاكم، لذا اتفاقاتكم لا معنى لها ان لم يكن هناك اتفاق معناتها يلبي طموحات اعوان العدليه واتفاق يحفظ كرامتهم. كل الاتفاق لا معنى لها في غياب اتفاق مع اعوان العدليه، وهذا يوم الغضب تعبير واضح وصريح، والمشهد امامكم واضح، ما ثم حتى مرفق قضائي يعمل اليوم في غياب اعوان العدليه. المرفق كما هو عليه في حاله شلل تام، علاش؟ لانه لم يتم الاتفاق مع اعوان العدليه. نحن بالنسبه لنا هذه مسيره وطنيه، مسيره الصمود والثبات اللي هي كانت نتاج وباكوره اعمال مضنيه لمده اكثر من شهر وثلاثة ايام وصلنا توا. شفنا ناس معناها قاعده تتفاعل مع مسارات قضائيه، شفنا معناها جمعيه قضاه يتفاوضوا معاها، شفنا نقابه قضاه يتفاوضوا معاها، مرتين يتفاوضوا معاهم، اعوان العدليه جاوا على قرقوش قلوبهم. ظهر لي نحن ماناش ولاد البلاد هذه. نحن بالنسبه لي نقول لهم من المنبر هذايا، رانا ماناش جايين نعتديوا على حتى حد، نحن جايين نطالبوا بحقنا وحقنا المشروع في التظاهر اللي كفله لنا الدستور، وحقنا في الاضراب وفي الاعتصام وفي معناها كل الحقوق اللي ضمنها لنا الدستور 2014. وهاني نوجه لهم رساله من هنا، اراهو تساخيركم بلوها واشربوا ماها، راكم بعد الثوره راكم لن تنالوا شيئا بعد معناها التسخير الجاير، هالامر 50 عدد 50 اللي معناها تم الزج بمقتضاه باخوتنا النقابين اكثر من 400 نقابي في السجون، واولهم عميد، ونقول عميد المناضلين النقابيين الحبيب عاشور في معناها ايلول الاسود 26 جان في 1978. نحن من هنا نكملوا في المسيره نتاع الحبيب عاشور ومتاع فرحات حشاد، ورانا نطالبوا بحقوقنا وماناش طالبين منا او ذله، وما نمدوش يدينا لحد حد والرخله. فقط باش المشاهد يفهم اليه التسخير، لو تسمح تفسرها لنا في سعيد. اليه التسخير هذه جات بالامر عدد 50 لسنه 78، وتم استعمالها لاول مره لضرب النقابيين والحق النقابي. هذا امر هجين وديكتاتوري، يذكرنا معناها الحقبه البورقيبيه اللي هي كان فيها الغث والسمين، كانت فيها الحاجات الباهيه والخايبه، ما نذكروش معناها كل شيء خايب لان ماناش عدميين. لكن بالنسبه لنا رانا هذا الامر الهجين هذايا رانا رافضينه ولن نطبقه، هاني نقولها من هنا. وزملائنا نطلبوا منهم باش يواجهوا الامر هذا، لانه امر غير دستوري وما يتماهاش مع الدستور الجديد نتاع الجمهوريه الثانيه اللي هو دستور 2014 اللي دستر حق الاضراب، ونعتبروا هذا ضرب للحق النقابي. وباش نطالبوا، ها نقولها من هنا، باش نطالبوا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيتحمل مسؤولياته، ولما لا حتى تقديم شكايه دوليه لمنظمه العمل الدوليه سيزل، لانه تونس راهي مصححه، هاي زملاء يسمعوا فيا، راهي مصححه على اتفاقيه دوليه في حمايه النقابيين. روضه التريفي عضو نقابه اساسيه المحكمه الابتدائيه بجرومباليا. أنا من موقعي هذا نحب نرحب بالزملاء الكليكا اللي تكبدوا عناء السفر وجاءوا من مناطق داخلية، واللي بايتين في الكياسات
واللي جاوا باش يرابطوا اليوم باش نلقاو اسوار وزاره العدل مسكره، الوزاره وزارتنا جو دي بيان وزارتنا مسكره علينا، الوزاره مسكره على اولادها، والوزاره تحب تحط اولادها في الحبوسات. جابوا لنا الامر من عهد بورقيبه، الامر هذاك انا نقولهم بلوه وشربوا ماه، احنا ماناش مستعدين لا لتسخير ولا راجعين على ما طلبنا باش نحققوها باذن الله، وربي باش يعاوننا وينصرنا عليكم. انا نقول لكم كلمه واحده، خافوا ربي في ابناء الشعب هذايا، خافوا ربي في رجال مخلي عائلاتها، خافوا ربي فينا. رانا ما نقلوش اهميه على الساده القضاة، ما فماش علاش باش تجي تتفاوض مع قاضي، تجي تتفاوض مع جمعيه ومع نقابه ومع جمعيه وتعطيهم حقوقهم. انت كي تجي تقول لي زدت الرؤساء، زدتهم وزدتهم وزدتهم، وبعد تالي نسمع في خطاب اخر تقول لي انا الدوله ما فيهاش فلوس. ايه الدوله ما فيهاش فلوس؟ كان على هذوما، كان على اعوان العدليه، شبيها فما فلوس للادارات الاخرين، شبيها فما فلوس لقطاعات اخرى، علاش جات علينا احنا وما فماش فلوس؟ انا نقول لكم، انا نقول لهم، نتوجه لهم بكلمه، ماناش باش نرخوا، وكان يقعد عرق بركه يقادي في 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 بدني، ماناش باش نرخوا. وراه الكلمه هذه كلمه قطاع كامل وموقف قطاع كامل، والناس الكلنا كلمه واحده وصف واحد، وماناش راجعين. تعمل لنا قيمه وقدر كيفنا كيف ما الساده القضاة، تقعد على الطاولة وتحاورني وتناقشني كيفي كيف السيد القاضي. عنا جامعة عامة تمثلنا، عنا اتحاد عام تونسي للشغل منضوين تحت رايتو، انا جودي بيان اللي احنا رانا اعوان العدلية، رانا مانيش شوية، وراو ما نقولوش اهمية على بقية الاسلاك اللي متضافرة وموجودة في وزارة العدل. وزارة العدل ما تضمش قاضي وسجون. انا شنو نحكي لكم على عون السجون؟ عون السجون كان تابع وزارة الداخلية، هاونوا على روحه غادي، جابوا سكنوه في دارنا، جابوه لوزارتنا، وبعدكش يعطيوه حقوقنا، يتمتعوا بها غيرنا، وإحنا لا منحطم فيه، لا فصل اثنين، لا ترقية استثنائية، لا ذكرني الإدماج. الإدماج. غني معز محكمة السينا بنابل، إحنا اليوم في الاعتصام الصمود، لليوم 32 يوم، ومواصلين في اعتصامنا، وما يرهبنا حتى شيء، وما يوقفنا حتى شيء، صامدون إلى حد تحقيق ما طلبنا. رسالتي للسيد وزير العدل، يا سيد وزير العدل انظر لينا، رانا أولاد العدلية، رانا ما جيناكش من برا، رانا أولاد قطاع العدلية، وعندنا شهيدنا وعندنا كفاءاتنا، وراهو بلاش وزارة العدل، كاتب المحكمة ما تنجمش تمشي جلسات، وما فما حتى شيء يمشي، والدليل وقت اللي توقعت الاتفاقية بين النقابة والجمعية، القضاة ما همش باش يرجعوا بلاش بينا، واحنا حجر الساس، واحنا حجر الواد، وشيء مؤسف اللي شفته اليوم، يجيب لنا الامن وباش يضربونا وبومب كليموجين، مش معقول، احنا ولاد الدار راهو، واحنا حجر الواد، ومواصلين في اعتصامنا، لا يرهبنا تسخيركم ولا يرهبنا حتى شيء، ومواصلين لحد الصمود ان شاء الله بحول الله. نصعد القاسم المحكمة العقارية صفاقس، احنا مطلبنا راهو تجويد مرفق العدالة، كي تصير منظومة قضائية ويتجود مرفق العدالة تتسرح الأمور بطبيعتها. فهمنا باش المشاهدين يفهموا شمعنى تجويد مرفق العدالة. احنا فصل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. احنا تو مثال عندنا الأمرين هذا 420 قدمت فيه الجمعية قضية وحطوا القانون الأساسي نتاعهم عند رئاسة الحكومة ويحبوا يضربوه الأمر هذا. احنا عندنا ياسر مطالب من القطاعات اللي ما تكلمتش من الثورة لتو وقعدنا نخدموا ساكتين. إيه جا تو يا خويا جا وقيت. حتى الفصل اثنين ما خذينا حتى شيء، احنا قعدنا مربوطين بالفصل اثنين ووزارات اخرى اخذت بالاوامر الحكوميه واخذت كل شيء، احنا قعدنا في بلايصنا، احنا نطالبوا بسحب الفصل اثنين، واحنا راهو فصل السلطه القضائيه على السلطه التنفيذيه، ما طلبنا تجويد قطاع العداله، واحنا رانا انا تابع السلطه التنفيذيه مانيش تابع السلطه القضائيه، انا عندنا امرين متمسكين بهم، انا تابع رئيس الكتبه والمدير الجهوي اللي هو يحل محل وزير العدل في الجهه. احنا مازال القاضي هو شعل الضوء اكنس الغريزه ما نعرفش شنو شبيه البلاصه مسخه. انت مهمتك تجويد العداله، امشي افصل القضايا، اعطي حقوق العباد، وانا موظف، انا نمثل المواطن، اعطيني اجراءات وترتيبات ومده زمنيه بالقانون باش الناس الكل سواسيه قدام القانون، مش اللي يدخل هكا فلان وهكا مش فلان، الناس الكل كيف كيف، منظومه قضائيه الناس الكل على صف واحد.